البارح كيف ما يكونوا بزاف منكم شافوها تهكات لي لاشين مع 12 الليل فين مسحوا لي كاع الفيديوهات، بدلوا لا فوطو كوفرتور، بدلوا لا فوطو بروفيل، بدلوا السميه وطلقوا فيها ستريم كيبيعوا الكريبتو اي العملات الرقميه. كنت جالس مع لي مبيه حتى كنشوف تليفوني تفرقع بلا ميساج لي زابيل، شنو واقع لاشين مشات ليك طالقين ستريم؟ واش انت ما تصوروش كيفاش حسيت براسي في ديك اللحظه؟ كندخل لاشين نلقى راسي طالق ستريم كومباني ديال الكريبتو، ما عرفتش شنو داكشي، وحنا يلا طالبين الدرع ديال المليون. المهم امام هادشي قبل ما نبداو صيبت شي ثانيه سكور حتى يطلع وقعت شي مره اخرى الله يحفظ. بغيت اي واحد دابا قبل ما يكمل الفيديو يدخل لاشين هي هادي، غتلقاو لي ديالها في اول كومونتير في الديسكريبشن، يدخل يتابون عليها ما تخسر والو، وتكون عندنا واحد شي احتياط باش تلمش هادي شي نهار الله يحفظ نبقاو نديرو فيديوهات في الاخرى. الاخرى ماشي ما غندير فيها والو دابا، نقدروا نبداو نديرو فيها فيديوهات من دابا باش تبقى اكتيف، تقدر تكون الجيمينغ كنلعبوا فيفا كنلعبوا فالورانت كنلعبوا كذا. بزاف منكم كيطلبوني نديرها سورت الفرقه اللي عندنا في التيميت تيم، نقدروا نديرو فيها شي فيديوهات ديال شي افكار ما كنقدروش نطبقهم هنا بزاف الحوايج. صوب الروج ولا بغيت اي واحد كيتفرج فيها من نهار الاول ولا كيعجبو داكشي اللي كندير احتاجكم ديال بصح دابا هادشي اللي كرينا جديده، بغيت كلشي كلشي يتابونا فيها ما تخسر والو. بغينا نحطوا شي رقم قياسي اليوم صاوب ليا في الديسكريبشن او الكومونتير درتوها ما تطول عليكم ونخليكم مع وانكسبت. وانكسبت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك وعاب التليفون، راه باي ذا واي اكبر ليكوت ما بين كاع لي بلاتفورم اللي كاينين. خير مثال ان سبونسور والراعي الرسمي ديال الدوري الايطالي وكبار الفرق الاوروبيه بحال بي اس جي البارسا ولا محليا مع الرجاء. نخليكم الرابط التسجيل ديال وانكسبت لتحت، ما تنساوش تخدموا البرومو كود ديالي اللي هو فرح اللي كيمكنكم انكم تحصلوا على 130 دولار بونوس. ما حتاجش نقول لكم انكم ضروري تكون في 18 عام باش تدخل ليها. كاين حتى واحد الجروب تيليجرام بالنسبه للناس اللي مهتمين بانهم يبداو يتوقعوا نتائج المباريات اللي هو هذا اللي من اكبر الجروبات كاينين، شوفوا راه فيه اكثر من 200 الف واحد. اخليكم الرابط ديالو حتى هو في الديسكريبسيون الناس اللي بغاو ينضموا ليه. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. اول حاجه كنبغي نوضحها قبل ما تقولوها الاخوان هي انه كنحمي راسي ديال بصح، ما كنكراكي حتى شي حاجه، حتى شي لعبه، حتى شي بروغرام، كلشي كنشريه، ما عندي والو مكراكي ولا شي ريم تريشارجي هكاك في بيس. حاجه اخرى هي ما كنوركش على لي ليان بتاتا، شو هاتف لينا ما كندخلش ليه الا كان يوتيوب ولا شي حاجه معروفه، حتى كنتاكد يعني عند بالي انا راه صعيب توقع لي شي حاجه، راه كنحتاط ديال بصح، خصوصا انه انا ماشي اول واحد توقع ليا. راه في المغرب وقعت بزاف تروابا يوتيوبرز تكونوا شفتوهم، ماشي في المغرب بل حتى في اسبانيا، اكبر يوتيوبر في اسبانيا وقعت ليه، وحتى في امريكا واحد كيهضر على السكيورتي كاع هكا وداروا لي نفس الحاجه، تلقوا لي لايف ديال الكريبتو كلهم بنفس لامانيه. عندو على شنو كيديروا هذا النوع ديال الهاك، عاد نشرح لكم انا كيفاش دخلوا لاشين ديالي تقدر تنفعكم وتحميكم. هاد الهاكرز غالبا ما كيكونوا رواسه ولا هنود، يكون عندهم تروجن ولا هاك، كيدخلوا لاشين ديالك بشي طريقه اي كيولي عندهم اكسس ان فوا كيوصلوا ليه ولا كيحصلوا عليه، واحد البوت مبروغرامينو كيتكلف بانه يمسح لك جميع الفيديوهات ديالك على حسب لاكسس اللي عنده، يمسحهم ولا يرجعهم بريفي، يبدل لك السميه وفوطو كوفرتور كلشي ديسكريبشن ويطلق لايف. داكشي اوتوماتيك يوقع في ثانيه، ان فوا كيدخل لاشين كيدير شي كامل في ثانيه وحده. لاشين ما كتبقاش تبان ديالك بتاتا، تبدل فيها كلشي الا عدد لي زابوني كيبقى هو هذاك بيان سور. كما قلت لكم مباشره كتلقوا واحد لايف ديال الكريبتو اللي غالبا كيبغيو يسكاميو فيه الناس، يعني الناس كيدخلوا كيشوفوا شين فيها مليون 100 كا 50 كا على حسب، كل واشين كبيره. هذا لايف راه دابا واقع وراه عام مسجلينه كيعاودوا يحطوه، بعض المرات كيبينوا ايلون ماسك، بعض المرات كيبينوا شي شخصيه اخرى، مي كلشي فيك وسكام. كيشجعوا الناس انهم ينفيستيو في ديك العمله، الا جا شي واحد من لي زابوني ديالي ولا من يوتيوب شاف شين فيها مليون ابوني غيتشجع انه يورك على داك ليان ويمشي انفيستي. انا ما دخلت شفت ستريم ديال هادوك في الشين ديالي، مشيت حيدت كاع لي زاكسيون اللي بغيتكم تعقلوا عليها مزيان، كاع لي زيديتور ديالي، عندي جوج اديتورات وديزاينر، قطعت اللايف اللي كانوا دايرين، حبستو، مسحتو، بدلت المود باس ديال لاشين من جوجل، رجعت سميت لاشين. ولقيت ان كاع الفيديوهات اللي كنت بوستي راه 340 كلهم رجعهم بريفي. طب الله هادشي كامل درتو في 5 دقائق، المهم 10 دقائق اللي مورا بقيت كنرجع كاع الفيديوهات اللي بريفي كنرجعهم بيبليك. داكشي علاش الاغلبيه منكم يمكن كاع ما لاحظ انا لاشين تهكات كاع، كاع ما شافهاش، كان 12 الليل كاين اللي خارج كاين اللي ناس كل واحد شنو كيدير. وعاد واش انا رجعت كلشي في شي 4 ولا 5 دقائق كنت اكتيف، ما وصلني ميساج دخلت اكتويت، وخصوصا انه دابا كيف ما غتشوفوا حصلوش على الجيميل ديالي ولا كذا، كون كنت كفس كنتخيل كون في ديك اللحظه بالضبط ما كانش عندي الريزو ولا كنت بعيد ولا ما كانش عندي اكسي، الف حاجه تقدر توقع. مورا ما درت هادشي كامل مشيت دويت مع السيبور ديال يوتيوب، فين مشيت لتويتر حيت تويتر كيجاوبوا فيه دغيا، حطيت بوست جاوبوني عليه وصيفطوا لي ميساج بريفي باش نعمر واحد الفورميلار. من غير هادشي عاوتاني مشيت دويت مع السيبور ديال يوتيوب ستوديو، دويت مع لي دو سيبور اللي حتى هما نصحوني ندير نفس الحاجه، تما تاكدت انا داكشي اللي خاصني ندير، صيفطوا لي واحد الفورميلار فيه مليون سؤال، كنت كنعمر كنسول هنا واي فيه تمارة شويه ما عمرتو باش يبان لهم ويعرفوا انا اي حاجه وقعت في لاشين لا خسرقات القوانين ديال يوتيوب ولا شي سترايك جاي ولا شي حاجه، راه ماشي انا، راه واحد الهاكرز داروا هادشي
كامل زعما انا ليش فرونت صافي. قالوا لي واخا حنا معاك غنتاخذوا التدابير اللازمه. ودابا السؤال المليون، كيفاش داروا ليها؟ ارجع لكم النقطه اللي قلت لكم انني كنت عاطي دي زاكسي لجوج اديتورات ديالي وديزاينر باش هما يبوستيو من عندهم ملي ساليو شي اديت، مثلا اديتور كي اديت في ادوب كي اكسبورتيه هو كيطلعو ليوتيوب. وعاد واش يوتيوب عطيك بزاف لي رول تقدر تعطيهم الناس، تقدر تعطي ريسبونسابل ليكتور اديتور اديتور اكسي ليميتي بزاف الحوايج. انا شنو عطيهم؟ كلشي عطي اديتور اكسي ليميتي اللي كتعني انه ما يقدرش يمسح الفيديوهات لكن يقدر يدير تايتل مينياتوري ابلودي يدير ستريم. المهم ديك الباور اللي شدوها الهاكرز واستغلوها هي اللي عطيها الاديتور اكسي ليميتي وهي اللي عطاها ليزيديتور ديالي. كنت عطي اكسي ليزيديتور ديالي لا السبب باش شي واحد اكسبورت الفيديو هو يطلع في يوتيوب باش ما بقاش اكسبورتي امبورتي كدا وصافي. انا كنسوبرفيزي وكيتلاح الفيديو كيف ما قلت لكم. كنت عطي اكسي لكاع ليزيديتور ديالي اديتور ليميتي اللي كيعني انه كتل السميه يدير هادي ولكن ما كيقدرش يمسح لاشين ما كيقدرش يمسح الفيديوهات شي ليميتي شويه. ما يقدروش يديروا شي حاجه في لاشين غير انهم يموديفيو يابلوديو ويطلقوا ستريم. نفس الباور اللي استغلوا هاد الهاكرز اللي خداو كاع الفيديوهات رجعوهم بريفي حيت ما يقدروش يمسحوهم وبدلوا كلشي. يعني بكلمه ابسط ماشي انا اللي تهاكيت، حيت شكون كنت انا كون كانوا يقدروا يبدلوا المود باس ديال الجيميل كتكون كفس. انا براسي ما نقدرش ندخل لاشين ونحبس ستريم وكل قدروا يمسحوا لاشين ولا يموديفيو اكثر. يعني هو تولي ديالهم اللي تهاكا هو واحد من لي زيديتور ديالي نظرا لانه كان كيتريشارجي من تيليجرام وكيكراك الالعاب ولي بروغرام. نيت كان علمني شي ساعه قبل من الهاك، انا البيسي ديالو كان ثقيل حيت كنا خدام على واحد الفيديو ادري تبوست لك قبل من هذا الانترفيو ديال باسم يوسف. كان يتبوست البارح من نظر لهادشي اللي وقع ما قدرتش تبوست، كان البيسي ديالو ثقيل فعلا عمرها وقعت ليه. من بعد غنكتشفوا انهم دخلوا من عنده من خلال واحد السيت من هذوك اللي كيمكنوك من انك تريشارجي ام بي 4 ولا ام بي 4 من يوتيوب. عرفتي كتريشارجي فيديو من يوتيوب تهزليه كتحطو كتريشارجيه. هذاك هو السبب في الهاك اللي وقع ليه البارح. هاك دخلوا لعندو من تما شافوا عنده اكسس لاشين ديالي دخلوا ليها وداروا داكشي كامل. عارف كتفكر فيها؟ لا لا انا ما تفرقت عليه ما والو. اي واحد يقدر يغلط، اي واحد تقدر توقع عليه. صراحه هو خدام معايا من شحال هادي وكيما بعضياتنا هو من واش فهمتي غلط كيقدر يوقع لاي واحد. اصلا نظرتي فيه ولا دري شنو غيتبدل والو. شنو بدينا كنفكروا في الحل شنو غنديروا باش ما تعاودش توقع. تما فين مشيت شريت واحد من احسن لي زونتي فيروس اللي عطاتو لكاع الدراري اللي خدامين معايا ديرهم في البيسي ديالو. تما فين سكانينا كاع البيسي ديالنا باش نزيدو نتاكدوا منين جاي المشكل. انا ملي سكانيت البيسي ديالي لقيت عندي زيرو فيروس زيرو بروبليم عندي والو كيف ما قلت لكم. كنحمي راسي. اديتور الاول لقى عنده جوج ديال لي فيروس، الديزاينر لقى عنده 4 لي فيروس، والاديتور اللي جاي من عنده المشكل لقى عنده 45 فيروس كانهم كاملين. خلينا ان داك لونتي فيروس بقى خدام كل ربع ساعه كي ديتيكتي صافي. المهم سكاني لي بي سي نقيناهم دابا لحد الساعه وخديت لاكسي ديال لاشين ديالي بدلت المود باس رجعت السميه رجعت لي فيديو. وهذا ميساج لاي واحد كيدير يوتيوب ولا عنده شي حاجه دات فالور كبيره في البي سي ديالو. راه كيف ما كاين يوتيوب تقدر تكون عندك شي حاجه اخرى. حاول ما تبقاش اكسبتي الكوكيز ديال لي سيت ما تورك على حتى شي لينك شي تصويره هي الاخرى تقدر يدخل لك بها تروجن ولا تريسيرش اي حاجه كراكي ولا شي ديك التليشارج حاول ما ديرهاش ولا تانفولدي لي دوسي. فيما يخص اليوتيوبرز مايمكنش يستغنى على فريق اللي خدام معاه. حاول اي واحد عطي اكسي لاشين ديالك تعطيه اونتي فيروس ولا هو يكون عنده اونتي فيروس قديما يعلمو واش دخلت عنده شي حاجه. وبدا براسك هو الاول سكاني بيسي ديالك هو الاول حيت شفتو كون دخلوا من عندي انا كون كانت النتيجه كارثيه اكثر كون دابا غتلقاو شي روسي كيدوي معاكم. المهم الاخوان حتى السيبور ديالكم ديال بصح دابا يمكن تشلي وقع فيه خير ما تعرف. اننا جا الوقت فين كريو شي ثانيه ولا تكون عندنا السكور اللي كنخصنا نديرو شحال هذه مايمكنش تكون عندك شي عندها مليون عندك السكور كاع والو عندك حتى حاجه اخرى. تو كريت واحد الشين اللي كنتمنى ان كلكم تابوناو ليها تلقاوه لتحت ديسكريبشن او الكومونتير. غنديرو فيها كونسيبت جديد واللي غنبداو فيها اكتيف من هاد السيمانه ان شاء الله. بغيتكم فريمون تصدموني العدد اللي غتابوناو ليها بان لي السيبور ديال بصح شحال توصل بارطاج ديال الفيديو واحد نشوف غتلقاو ليها لتحت. وكاخر حاجه كنبغي نشكر اي واحد صيفط لي ميساج عيط ولا سول البارح. عارف انا الاغلبيه ما ساقوش الخبر كاع درت ستوريات في انستغرام شافهم بزاف شي 80000 كنظن الاغلبيه في خباركم. والله راه داكشي اللي وقع فراغ يحسب على اللي وقعت ليه. سو دابا كان في الفيديو ديالنا كان معكم فاروق لايف. غنعطيكم شنو وقع وتنسيبور ديالكم فلاشين. هذا مكان تهلاو لي فراسكم.